nolosheed inta badan anoo 17 jir ah ama 18-19 ilaa hadda waxaan ahay daaci الداعي إلى الخير دتك إن خيرك أشاعه وحنا إمام مساجد بروفيسور وانا هاي لبجع مع واحد كده إسلام مركزنا شرعي قان واهي لكن هو شد أنت بدن قف كان أرك خير كان أشاعه هدان ودن كمريكا كان كنا له هاي قبل كمن صوته وحن إلهي سبحانه وتعالى في اللي سكدب لو بقول قف إسلامي لواس بقول إسلامي شيكوين مركا دتك واحد إسلامي أنا ولا شاكستا أنا مركا أردي معنك سأسكون هاي مركا خوف والبوح كشاكايا قسو كشاكايا ويا بضن أنا واحد ربع هدي أي إي معركتي قسنا ويل وأنا جسوا إسلامي ديفيد لي رادو وياي قصة ده سيدي وأنا جايا مركا روح أنا هرمارين أيا هدي أو وقتي جا أنا سكو كيني كرو لابد قسنا شيء جايا لكن إن معنى لي أها أو معلمين أنا سكونا هاي أو دتك إسلامية كمد دتك أنا جوجا مريكا أنك أو إمام هذا خاصة إمام هذا أو مسايس كمك حالي هذا مسجد الدعوة مسجد الدعوة حوايا مسايس كشقية دعوة ذا دتك إن إسلامك لو غيره سق روح بدن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة دتك الدين تغير صحيح ما تكجرت أو روح بدن أو قف وجع لي سناي مركا شاكنا ويرث دحيته منجرة أو عدانة قعدت كسو إسلامي هذا وقت النص على محاوى شيء جاية لكن حنكرر من هاي الشيء كذي ده شكك عجيب بلن مركز تيدا شيء جاية تن نين أو حاي شيء جاي أو معلن كي جا أو سجن دتك إسلامية شكلا محاوله عادي أبو حواها هذا أنا يقول كي جا المي جواب إحنا وحنسمع إنه ورقبان قيبنا ودتك قال هذا أم قيبنا إسلام كان أشرح إحنا قارا مركز ورقبا حكويا لكوكا نعو ورقبا حكويا له إسلام كان على شرحها إلهي إنه كريه هاي نبي محمد إنه يهاي رسولك وجودن بيه قرآن كمعجزة إنه يهاي سؤال كست آخر القرآن كإنه كجواب أيه هدي قف كسيف عنه آخر يو سيف عنه وفهمه سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه القرآن كإنه شرح يسوع وحيا رب الدين إنه تهاي دين أو دين السلام كإنه تهاي دين أو كل ما يصير إنه وحول بإنسان كوب بهاي ورقدها صوب بنا على قيبيه مركا أبو حاجري أو إمام أهسيد وكره يسجى يويل كسوه بحان جمع كسته وحي قيبيان ورقدها إلا إيصارنا مايان، مركو القداس وحوايد دتك خوف كي كوري ما ذي سين عيان، كوا قاركون جريه جرعان جريه الجيان، وحد عدي مالن جمعة وقت بيحل هايان لجاري، ويقيبين لهايان لجاري، أي وحاسود أي برف حوق بدن، ولي لصعدة دبل يراب، برف كقاركون برف رابع سنة لي هذا، وعوتا دبل ووتا برف ووتا راب نوع سكلا. وأنا قبو أشير مركز وكالة مركز أباها ما أنت سوحا نصدي وحور ربي إنه باجيو بحيتان كلا بحلاسي ويلكيس وحنا هاي بقول أو ورقضات أو إسلام كو قرآن هي قرآن كشرح هاي لكن واحد عدي أبيه قوان كسمك وقاري ويلكيس يمد أو لبستي وحور هاي داد I'm ready to go أبو وديارة نهاي وحن ربا إنام بحنو أبيه وحور ما أنت وعجيس نهاي ويلكيو وحن ربا إن ما أنت أن maareeyay aan baaqano markuu saas lahay wiilka xogaa waxa ka muuqatay maareeyay muruga ka muuqatay uu jigeeyay abi wuxuu dhahay abbo maalin kale aan tageyna markaas u dhahay abbo ma baaqan karo sababtoo ah diyaar ah markuu wiilku waa la baray waxaan ilmaha wixii lagu tarbiyeeyo oo la baro hadda cunugaaga hadda kubada oo cagta aad ku tarbiyeeso iyo qaabka loo ciyaaro habeen iyo maalin kubada cagta uu jecel yahay wiilkan waxa lagu tarbiyeeyay warqadaas inuu qaado iyo inuu gaalada la hadlo inuu u sheego asoo yar ma ku jira waa 17 jir waay marka aabe wiilki markuu qanci waay markuu qanci aabe wuu soo kaxay wiilka dirishada uu keenay wuxuu dhahay look the window fiiri dirishada look the snow fiiri barafka heavy snow baraf oo xoog badan roob la socdo dabeel la socoto windy day waay markaas wiilku wuxuu dhahay dad haddii soo xirxir ka waran adu waxaan u soo taa iska joog ana qaybinayo u dhahay marka aabaha markuu arkay wiilkiisa inuu ku adkaanayo wuu fasaxay marka wuxuu raa orod soo xirxir wiilku soo xirxiray fanaanadu soo qaatay wajigu soo xirxirtay dharkii soo xirtay markuu yimid dad look at me fiiri tiyaar soo miyuu dhahay markaas aabe wuxuu dhahay okay markaas wiilku wuxuu yiri waman ahsanu qawlan mimman da'a ila allah wa amila saliha
وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فيري يا كوناك سنواي يا كشق في عن يا كهضل في عن قفك ضدك إلهي أقوي يريو دينت إلهي أقوي يريو أو شق في عن قبنايو لا هيو مسلمين تان كمد أهي مركوا شق هذا في عن واي the best profession واي إن شق هذا إنه قط ضدك إن الدين تأذ برتو أذ ويرتو مركها سوى هذا عدي أبي إلنا كتمد حودها إلهك وحفظيو go ahead حافظها كفوق النور ده حافظ الكلية أجار كذا ويلك مركو القديو كأوقاتي وحب لابد دار ناكن قريها إنه جراع قريو جراع عيا ولا غفر عيا وجلين عيا كو جراع عيا ولا غم فر عيا قريو مركو هدي قريها إنه حواي حافظ حافظها أو معركة ما قالوا يمكن ما له حاجة رأو لجلين كرا أما قريو هرتش حكوت على بوكس أو القديه لجلين مركو بوكس كأمال لقى سؤال المية حكوا سووا أكو القد أنا قحط أنا لوك أنا قريو إنه حالك أنا قالوا وريكت أيو حك أنا جيسوس إلهي واي جيسوس ويلك إلهي واي ورقبك وقرنا لوك أنا أنا لوك قريه ماش أنت سكلي ما حكولين حفرضا قبلنا نائمة عشان ويجرت أو العقل أنا حلاقي شيء كينا يا إلهني ماذا جيسوس برك أنا جن وافق فينا على كل حال ويلك برك قريه ووريجي ويلك برك هل نعود دميي بقول حبة أهد إلا سجاشن إسجال وكل دميي هل حبة هرتي مرك شو كده هل كان هل كان معجزات كي معنيش هل كحبة هرتي أي واحد عدي وش كي مركو حدهاي لانك كله أو حافظة مجيني سحبدان مسا واسكس ولا عبانيسا نفتي سح وش أكتي لانك كله حافظة إنه جيو وددو جدبي لانك كله حافظة آدي جوري ماشي ياله مركا وقرع فيريا حافظ كستو قرع أي هدي لقفر وسينا هدي لقفر واي ورقدو جريناي لكن حافظان سكلو سمي فيريا واحد صعود شيء كذا إلهي وحوة توع عجيب حافظان وقرع أي ولا قفر واي مر لبعض وقرع أي ولا قفر واي مر صدحات وقرع أي ولا قفر واي هذا فيري حافظ كستمركو قرع ولا قفر واي وحو جريناي ورقدا شيء كذا دوا بدلي مر أفراد وقرع أي ولا قفر واي مر شناذ وقرع أي ولا قفر واي مر لحاذ وقرع أي ولا قفر واي وابدلي مر كي دمبي محو سمي قعنت إنو فرتي أو حكو قرع أي بو البابك بو البابك وقرع أي بو ما برابي إنو كتغويل كي راماش مركاسي كدب واسكوضا بو بو واسكوضا وحكو كريك تعيار أوكالي بو مركاسا وايلا فرتي ناك هوين عدان وايلا فرتي مركي فرتي واحد إيرنا هذي ما حسو قرع إيسا مركاسا وحو يري مام مركاسا وحي أرك تويل يروي مركاسا وحي هذا كان أي هيلب يو مكو عاويني كرا محاربتا مركاسا وحو يري كان أي تيل يو سمتين وحم كو شيء كرا ها I swear in the name of Allah وحن كنا رنا يا مقع إلهي Allah loves you إلهي وكو جعل يهي Allah loves you إلهي وكو جعل يهي Allah loves you إلهي وكو جعل يهي I have been here a while وقت بضنا ماشان تاقنا knocking your door الباب كان قرقراعي الباب كان ساسو مقرعن والله إلهي وكو جعل يهي يالك عارب كس أفكس يكس وابحب إلهي وكو جعل يهي إلهي وكو جعل يهي وقال ناكتي مركز وحيدة هذي مركز أوكي 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 وحيدة هذي أوكي أوكي أنجل ساسو واحد لان قال هذا قاركو لما هي يرى يركو أقرح بعض مركز أركان دولة عدينا ويلكو دولة عدينا أبي سقطه وبره دولة عدي وفي تبسمك لوجه أخيك صدقة مركز قفكو دولة عدي سوى صدقة بحنا يلمتها قف البكاوري ما دولة عدي ولا مركز دولة عدينا ويلي را أقرح بعض دولة عدينا يوها مركز سو حدا أوكي أوكي أنجل سو what you want tell me محرتها مركز سو حدا I have a message for you message أيام كوهاي this is the last pamphlet وقرالك وقدم بي وحكو قرن the final message وحكو رسالة دي وقدم بي say to you أو أديك وقصعد هدا آخر سو وحنا نقول نساء قف قلبي يسدقن وراح دريمة وناكتن ويلك نبا هايستي ورقد قادتي وحيد هذه thank you thank you thank you وحوده will you promise ورقد أن مقبل قادي سا هذا هذا إيه قاد أنت وحك لها سمين الفريسو read until you complete ما آخرين إيسا مقبل قادي سا أنا آخر سو إلا المي هذا ساس كده هان أذو قف ويلا الما هسير واسكت لقي سنة إيسا ما مدى المي هذا الك هذا الك إنه جالسك وهذا يا دقي وهذا I promise I promise I promise وبلن قادي وبلن قادي الباب كي حرت ويلك وبحي ما مدى قول كي شيء ورقد يأخرس ما هذا ويجي صوص على الجاري
aabaha waa idin sheegay masaajid ka khudbeynayay jimce ahayd aabihii jimcaha khudbada markuu dhameeyey markasto masaajidku waa sida masaajidkii oo kale jimcayaasha markaa khudbada dhameeyo dad gaalaa yimaado oo fadhiista oo iska dhegaysta waddaduna saaran yahay markii oo khudbada aan dhammeen waxaan dhahnaa yaa su'aalo qabo hadday halhal ay yihiin oo kale xafiiska soo galaan dhahnaa hadday koox yihiin marka aabihii markuu dhameeyey khudbada wuxuu dhahay wax su'aalo qabo ma jiraa haween oo waayeel oo caddaana gacanta taagto waxay dhahday aniga markaasaa wuxuu yidhi goahe su'aasha weydiiyey waxay dhahday su'aal ma aha sheekaa rabaa inaan ka sheekeeyo oo maalmo ka hor igu dhacday markaasaa wuxuu yidhi anima ii sheegsa mise anagoo dhan waxaan rabaa dadko dhan inay maqlaan sheeko yaa badan waay markaasaa waxay tidhi sheekadaas waxay qusaysaa wiilkaas dhinacaaga fadhiyo iyo aniga wiilka wuu nahay marka markaasaa markaasaa wuxuu yidhi orod sheekada noo sheeg waaye noobad waxay tidhi maalin barf xun da'ayo oo dabeel xoog badan da'ayso ayay ahayd ee dhahday waxay dhahday aniga afar bilood ka hor uu ninkayga dhintay ninkayga wuxuu ahaa nin aan aad u jeclahay waa gaalu ahaa gaalnimo ku dhintay iyadana gaalay ahayd waxay dhahday ninkayga iyo aniga waxaan ahayn saaxiib saas isugu dhow xitaa anagoo waayeel noqonay markuu dhintay gacantayda midig ama qayb jirkay ka mid aan waayey markaasi kadib waa waala gaaray lacag badanaa haystaa nolol fiicna haddana noloshoo dhan ma seexda habeenkii ninkiiyaan soo xasuusanayaa dhib habeenkii maaragtay markaa seexan waayey ninkii aan ka maarmi waayey waxaan go'aan ku gaaray maadaama uu dhintay inaan ka daba dhinto marka xarig maaragtay xariggii aan diyaarsaday xarigaha laysku deldelo kursigii oo dheeraa oo marka la tuuro oo qofka hang uu noqonayo oo xarigga dilayay aan soo qaatay waxaan go'aan ku gaaray inaan isdilo waxay lahday maalin maalmaha ka mida wixii dhan aan diyaarsaday kor aan ku xirtay xariggii aan soo lalmayey oo kursiga meesha aan saartay kursigaan koray dhahday kursiga anoo saarsan xariggaan qoorta gashtay dhahday waa dhab aan ku siiyey marka kursiga tuuristiskale ee harsanaad waa daqiiqadda ugu dambaysa nolosheeda aan waxaan maqlay dhahday albaab oo la garaacayo gawgaw 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 albaabka marka la garaacayay markaasaa waxaan dhahay who cares waxaa iga galay waxa garaacayo laakiin albaabkii waa kala joojin waaye garaacistii marka hore tartiibay ahayd waxaa bilaabatay inuu xoogsado qofkii albaabka garaacayay markii dambe haddana markuu xoogsaday anoo raba inaan go'aan gaaro who cares aan dhahay maxaa iga galay waa dhammaystay anoo dhahayo waxaan arkay qofkii albaabka garaacayo ka sii dar wuxuu u garaacaya saan caadi ahayn bow bow markaasa waxaan dhahay there is something going on waxaan go'aan ku gaaray inaan bahalka iska furo xariggaa iska furay waa soo degtay waa soo orday albaabkan furay there was a little angel waxay dhahday malag baa albaabka taagan wiilka yaray ula jeeda a young boy about 11-12 years old wiil yar 11-12 jir u eg smiling beautiful smiling beautiful face qurux badan smiling micnaheed waxa waaye dhoola caddaynayo markaasaa wuxuu ileeyahay allah loves you god loves you i swear in the name of allah god loves you ilaah baan ku dhaarnaa ilaah baa ku jecla ilaah baa ku jecel ilaahaan ku dhaaranaya wuu ku celcelinaya wiilkii markaasuu ileeyahay marka risaalaan ku haya messagean ku wadaa noloshaada dhan way degay haddaa akhrisato marka anna kurbaa ahayso waa walsanahay stressfulaan ahay waa waalan rabaa waxaa marka wiilkaan yar oo waxaan uu sheegaya maxay tahay markaasaa wuxuu yidhi ma ii ballan qaadaysa ana akhrinaysid waa ku nasanaysaa waa ku raaxaysanaysaa markaasi kadib waa ka soo qaaday waxaa ku taallo markaasi alqur'aan qur'aanka the words of allah ilaahay hadaladiisa waxaa ku taallo alaa bidikri illaahi tatmainnu alquluub ilaahay haddii xusitaankiisa ilaahay oo la xuso qofka qalbigiisa ku xasila markaasi wixii waa jeclaysay tiri inaan akhriyaan bilaabay bejka bej pamphletska inaan akhriyaan bilaabay ilaa aan ka dhamay markaan ka dhameeyey qalbigayga dhan waxaan dareemay raaxo waxaan dareemay messagka meesha ku qoran inuu run yahay waxaan dareemay diinta islaamka inay tahay the final message waxaan dareemay in ilaahay aniga uu ila hadlayay waxaan dareemay wiilka hadalkiisa inay run tahay oo ilaahay uu jecel yahay waa soo istaagay xariggii aan furay ee dhahday kursigii aan tuuray nooc kalaan noqday warqaddii aan fiiriyey hadduu adress ku yaalo waxaan ka helay adresska centerkan ay dhahday centerkan imid markaas kadib tawxiidkii qabsatay way islaantay waman axsanu qawlan miman dacaa ila allah wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ka shaqo wanaagsan yaa ka hadal wanaagsan ruuxa dadka ugu yeera diinta islaamka diinta islaamka
أردها مسلمين تا أيام كمدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.